فواز، انا بوقف وياك على النقطه والجوله التي قمت فيها بمعيه معالي وزير الاعلام ووزير الدوله شؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وايضا كان بمعيتكم زميلك النائب الدكتور عبد الله الطريجي، يعني نوجه ايضا له التحيه. انت كرياضي سابق وشاركت في العديد من الانشطه الرياضيه ومثلت الكويت ايضا في نهائيات كاس العالم اعتقد في اسبانيا في الثمانينات. انت كرياضي والان صوت للشعب وممثل للشعب، وهذه قضية تعتد من اختصاصك أو تعتبر من اختصاصك، وخلال جولتكم مع معالي الوزير يعني برفقة زميلكم الدكتور عبد الله طريجي، شو اللي صار هناك بلوذان فوز؟ شوف، خلنا نتكلم أخوي خالد ونحط الحقائق أمام الشعب الكويتي، وأنا أتكلم بكل شفافية وكل أريحية، لأن هناك من يريد أن يقلب الطاولة وأن يريد أن يغير الحقائق كما غيرها في المحافل الدولية الرياضية، فيعتقد أنه الشعب الكويتي ممكن أن تنطلي عليه مثل هذه الأمور. وعشان كذي إحنا لازم نوضح بداية. أنا أقول حق إخواني المشاهدين أن إحنا رحنا لوزان ولا نعرف لا إحنا كنواب للأمة ولا الحكومة ما هي المواد اللي مخالفة ل القوانين الدولية واللي هنا فيها تعارض مع القوانين الدولية. طلبنا من رئيس اللجنة الأولمبية ومن أعضاء اللجنة الأولمبية ومن أمين سر اللجنة الأولمبية أن يزودنا بأي كتاب رسمي جاي من اللجنة الأولمبية الدولية فيه المواد اللي فيها تعارض حتى نعد إجاباتنا، وبالتالي نروح نعرف إحنا الشاكين علينا فيه ونقدر نجاوب. مثل اليوم المحامي اللي يترافع عن متهم المفروض يعرف شنو الاتهام الموجه له حتى يستطيع. أصر رئيس اللجنة أنه هو ما يعلم، وأن إذا أكو نقاش سيكون في لوزان. تفاجأنا في أول الاجتماع أن رئيس اللجنة الأولمبية يتحدث عن 5 مخالفات ارتكبتها الحكومة تعتبر تدخل في الشأن الرياضي الدولي، وتعتبر هذه المواد تعارض. إذن أول مفاجأة لنا أن رئيس اللجنة الأولمبية يدعي أنه ما يعرف ما هي نقاط الخلاف، واتضح أنه هو يعرفها تماما وبل هي من صناعته، والدليل أنه هو اللي اعترف واعترفت اللجنة المشكلة من اللجنة الأولمبية الدولية أن الشكوى قادمة من اللجنة الأولمبية الكويتية. الحين المضحك المبكي أن احنا في مجلس الأمة عدلنا 5 قوانين، 5 قوانين، قانون 16، قانون 28، 35 و36. انتفاجئ أن هناك 9 مخالفات. طيب إحنا معدلين 5 قوانين، منين يبتوا 9 مخالفات؟ اتضح أنهم جزأوا القانون، يعني حطوا نقاط تفصيلية، يعني المادة 35 اللي تتحدث عن كيفية تسديد نظام الاشتراك وكيفية التسجيل، هذه كلها مادة واحدة طلعوا منها جزؤوها، ان حددت المبلغ الاشتراك من 20 إلى 50 هذه مخالفة، حددت توقيتات التسجيل هذه مخالفة، حددت تدخل الحكومة اثناء التسجيل او عن هيئة الرياضة انها تراقب عملية التسجيل حتى تضمن ان كل واحد ياخذ حقه اعتبرت مخالفة، مراقبة الانتخابات هذه مخالفة، يعني جزأوا المخالفات. لكن احنا كان عندنا سؤال واليوم نطرحه، زين هذه مواد احنا حطيناها، الحين قضية المخدرات المنشطات ما هي محطوطة في القانون، فشلون صارت مخالفة؟ اللي انحطت صارت مخالفة واللي ما انحطت صارت مخالفة، يعني انت متهم متهم ايش ما تسوي؟ يعني ابو فوز افهم من كلام حضرتك الملف معقد، وعلى قولتهم مثلا ان في هناك حبكة لهذه الامور، ولكن انا بس بعرف من حضرتك يعني من خلال انت ايضا اطلاعك على الوضع الرياضي وانت ابن هذه الحركة، هل حدثت هذه الحادثة أو حادثة مشابهة بأن يكون أحد من بلد ما يقوم برفع شكوى على بلده وإيقاف النشاط الرياضي فيه؟ حدثت من قبل؟ والله إذا حدثت في ناس عندهم مرض نفسي، لكن كناس أصحاء رياضيين يفترض أن الرياضي صحيح العقل والبدن والتفكير، لكن أن يكون هناك شخص مريض يريد أن يعاقب بلده على شيء لم يفعل، يريد أن يطعن بحرية بلده وباستغلالية بلده وبدستور بلده.
وبحرمان بلد أيضا، بحرمان شباب. أنت اليوم ما قاعد تحرم أعضاء مجلس الأمة، ولا قاعد تحرم هيئة شباب هيئة الرياضة، ولا قاعد تحرم وزير الرياضة والشباب. أنت اليوم قاعد تحرم شباب رياضي ما لهم ذنب باللي قاعد يصير، خصوصا أنك أنت قبل هذه ما أبديت اعتراضك. القانون صدر من شهر 5 إلى شهر 10 ما اعترضت، ما أبديت وجهة نظرك، ما دزيت مذكرة، ما دزيت استفسار تقول إن والله هذه المادة تتعارض مع القانون أو تتعارض مع المواثيق الدولية.